ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. متقبل غداء قبرة المسمر المجيدة، وشفى الله الجرحى، وفك الله أسر المعتقلين والمختفين قسرا. اليوم أقف قدامكم أخوكم أنور فتح الرحمن أحمد دفع الله من مجموعة مبادرة الباحثين السودانيين، في مجموعة تطوعية همها الأول هو زيادة مهارات الشباب الطلاب الباحثين السودانيين في البحث العلمي وفي التعليم، التعليم العالي على وجه الخصوص. بالأمس كان في مؤتمر صحفي وبعض الناس امتعضوا من الخطاب أو من طريقة إلقاء الخطاب، فنحن أصلا مبادرة وهمنا الأول والأخير إنه الشباب الطلاب الباحثين المواطنين السودانيين يكون عندهم المهارات الكافية لأنهم يمثلوا نفسهم ويقدموا نفسهم لبعضهم البعض ولكل العالم بلا خوف وبكل ثقة. فالآن إحنا بنقدم أول محاضراتنا للارتقاء وتطوير مهارات الخطابة الجماهيرية التي تعرف بالpublic speaking. الآن أنا بقيف قدامكم هنا وفي حشد كبير جدا جدا، في ناس ماشيين، في ناس واقفين، في ناس ما عارفين الموضوع شنو. أنا ممكن أكون مرتبك، ممكن أكون خايف، مش كده؟ أي واحد لو جاء بيجي في المسرح هنا وشاف الناس، التعابير بتاعت وجههم، التفاصيل الموجودة حوالينك، الناس ما منتبهة، ما مسترعية الانتباه. كيف أنا أقدر أخلي الانتباه بتاع الناس للخطاب بتاعي بحيث إنه الكلام اللي عاوز أقوله في راسينا ده زي الأستاذ يطلع من راسينا ده ويدخل في راسك هناك من غير ما يكون في أي عملية جراحية. احنا عاوزين نتكلم عن مهارات الخطابة الجماهيرية. ده ابدأ لكم بحكاية، الحكاية دي في ناس بيستغربوها. كتبت مقال قبل كده قلت كيف انه صاحب الدرداقة وست الشاي في شارع النيل او في السوق العربي بيدعموا امريكا. الفكرة قد تكون شكلها غريب، كيف انه ست شاي والله صاحب درداقة في السوق المركزي ممكن يدعم امريكا. الحكاية كالتالي، احنا في السودان الميزانية بتاعتنا بتمشي للامن والدفاع، الميزانية كلها بيخموها ناس الامن والدفاع. والحقيقة في خلال الثلاثين سنة الماضية احنا عارفين كويس وفاهمين كويس كشعب سوداني انه الميزانية ما بتمشي للامن والدفاع، بل بتمشي للا امن، للتخويف، للترهيب وللهجوم علينا نحن كسودانيين مدنيين وطنيين في دارفور، في النيل الازرق، في جنوب كردفان، في الجنوب سابقا. اكثر من 3 مليون مواطن سوداني قضوا في حروب عبثيه لا طائل منها. الميزانيه بتاعت الحروب دي جات من وين؟ الميزانيه دي الحقيقه بتجي من الجمارك، من الضرائب، من الاتاوات اللي هي بتجي من المحليات. المحليات شغلها الشاغل انه تتحصل يوم على الله من ست الشاي ومن بتاع الدرداقة، من اضعف واهش فئات المجتمع عندنا، واكثرهم اللي هم الدوله المفروض تحتويهم وتقدم لهم قاعد تاخذ منهم. المحليه بتشيل القروش دي، اللي بيصل منها وزاره الماليه خزينه الدوله لو وصلت 10 جنيه في 7 جنيه او 7 جنيه ونص بيشيلها صلاح قوش في النهايه، مش كده؟ صلاح قوش يشيل 7 جنيه ونص من ال 10 جنيه عشان يشغل بها الامنجيه عشان يطاردوا ويتجسسوا ويقتلوا وينتهكوا. في النهايه بتجي معلومات، ودي هي المهمة الرئيسية والأساسية وفقا للدستور الانتقالي 2005. مهمة جهاز الأمن
هي استخلاص المعلومات وجمعها وتحليلها وتقديم المشورة للجهات المعنية. لهذا الأمن ما المفروض أنه يكون مقاتل. لما تستخلص المعلومات وتبقى زبدة وزيت وتبقى جميلة وخلاص الواحد ممكن يهضمها، تشال المعلومات دي الصارفين فيها نحن دمنا وعرقنا ودرداقاتنا ادوها للسي اي اي مجانا. عرفنا كيف انه بتاعت الست الشاي وبتاع الدرداقة يكون بيدعم في دول عظمى زي امريكا؟ ما هو الناس اللي بيشيلوا معلوماتنا احنا مجانا على حسابنا نحن. الفكرة دي شكلها بسيطة لكن لو فكرنا فيها، تخيل انت تطلع من الصباح من بيتكم دغش عشان كايسر رزق الحلال، وفي نهاية اليوم خلاصة الحاجة اللي بتطلعها انت هيشيلها منه؟ هيشيلها يانكي في حتة انت ولا عارفة ذاتها، بلد انطير عجم. الخطابة الجماهيرية بتمكنك من انك تربط الافكار مع بعض، تقدر تعبر عن فكرتك قدام جمهور مختلف، ناس ممكن يكونوا صغار، ناس ممكن يكونوا كبار، ناس ممكن يكونوا متعلمين، ناس ممكن يكونوا ما متعلمين. فالمهارة دي يا أخواننا ممكن تطلب مننا، وممكن نلقى نفسنا في موقف في لحظة من اللحظات إنه المفروض تقوم أنت ولا أنت ولا أنت وتجي تقف في المسرح هنا عشان تمثل الناس، عشان تقدم نفسك بصورة كويسة، وعشان توصل فكرتك بصورة كويسة وما يكون عليك حرج. الخطابة الجماهيرية مهارة مكتسبة. يعني في بعض الناس يفتكروا انه والله فلان ده خطيب مفوه، بينما هي زي القراية والكتابة، الحين بنتعلمها بنكتسبها اكتساب. يفترض انه الواحد فينا يعرف عن النص، تحليل النص نفسه مفروض يعرف، عن الصوتيات عن الصوت مفروض يعرف، عن الهيئة والشكل. في التراث بتاعنا السوداني يعني الشيخ فرح والتكتوك في دولة الفوج كان بيقول شنو؟ كل يا كمي قبال فمي، لأنه هيئتك ممكن تحدث عنك قبل ما تحدث، قبل ما تتكلم أصلا. فالهيئة بتاعتك اللي بيجي تقدم بيها، بنشوف احنا الزول لما يكون مسؤول ولا يكون أستاذ ولا بيكون لابس لبس يعني كامل، لأنه الهيئة بتاعتك بتعبر عنك. اليوم في المقدمة للخطابة الجماهيرية في أول محاضرة لها، أنا ما اهتميت باللبس بتاعي على أساس إنه في ناس كتار في أرض الاعتصام هنا ما بيجوا لابسين جلابية وعمة ولا لابسين كرافتة وإلى آخره، عشان الناس تتصل معاي، عشان يحصل الحاجة دي بتاعت أي واحد في الناس هنا ده لابس بنطلون ولابس معاه فانيلا ممكن يلقى نفسه فيني. وكذلك هندعو ان احنا كنداكات هيجي يقفوا هنا في المسرح ويعلموا الناس، اساسا بتوع الجامعات زيانا ده هيجي يوروا الناس عن الخطابة الجماهيرية اكتر. حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، 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 حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب. سقطت ما سقطت صابنا، سقطت ما سقطت صابنا، سقطت ما سقطت صابنا، تسقط أول تسقط ثاني وتسقط ثالث. الآن أنا عملت شنو؟ أنا الآن عملت ما يعرف بأنه أدخلكم كلكم في الجو بتاعي. تسقط بس وزعت النظر بتاعي على كل الناس، أصبعي أشر تقريبا على كل الناس، كل الناس تسقط بس، كل الناس تسقط بس. سقطت ما سقطت صابنا، سقطت ما سقطت صابنا، سقطت ما سقطت صابنا. دي واحدة من المهارات تحت الخطابة الجماهيرية، إنك تخلي الناس كلهم يكونوا موجودين معك. أيوه. المسألة دي اللي هي بتعرف بالإنجيجمنت، إنه تدخل الناس كجزء من الخطاب بتاعك. الخطاب بتاعي السنة ده بقوله لكم، أنتوا بترجعوا لي، بقوله لكم، كل واحد فيكم بقى جزء من الخطاب. فدي واحدة من المهارات المهمة. يعني الواحد لما يكون بيتكلم ما يكون بيتكلم كأنه بيقرأ من ورقة،
ما يكون بيتكلم كأنه عنده كلام مسموع ومحفوظ في راسه داري طلعه. لازم يحسس الناس القاعدين اللي بيسمعوا فيه دين إنه هم جزء من الخطاب بتاعه. كله عينك تقع في عين كل زول موجود حوالينك. توزع النظر بتاعك 180 درجة على أكثر ما تقدر. ليه؟ لأنه ده بيديك الثقة بالنفس. بتحس إنك أنت ده شو؟ أنت جزء من أي واحد موجود هنا. الخطابة الجماهيرية دي يا أخواننا مسألة ما سهلة. الدرس الأخير. نعم الخطابة الجماهيرية مسألة ما سهلة. أنا داير جيت تجي تقول لي ليه الحكومة دي المفروض تسقط. تاني. تعال. هديك نص دقيقة من زمني. تمام. قول لي ليه المفروض إنه نواصل اعتصامنا هنا نصبها. في 30 ثانية. أنا اخترت زول عشوائيا يا أخوان. عرف نفسك. قول لهم ليه المفروض نعتصم. السلام عليكم. أنا حسن عبد الحفيظ مهندس مدني. الحكومة دي السوات في الشعب السوداني خلال 30 سنة حاجة ما سهلة جدا، من قتل وتشريد وهضم حقوق وحاجات كثيرة جدا. والمجلس العسكري اللي هو واجه للنظام السابق المفروض يزيل كل النظام السابق ده إبادة نهائية عشان الناس تجد تنال حقوقها وتعيش في دولة مدنية واضحة وأي زول يلقي حقه. ده السبب الناس اللي قاعد أقوله بيهو تسقط، بس تسقط ثاني وتسقط ثالث وتسقط رابع وسقطت ما سقطت صعب لنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. لا لا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. هاي دقيقة هاجيك راجع. لو قعدنا 30 سنة هنا ده. طيب هسه يا اخواننا في الايام الجايه في المحاضرات ده السلسله بتاع المحاضرات بتاعتنا كل حاجه حصلت هسه على المسرح. انا ما خلعت الباشمهندس قلت له تعال انت وقول. الزول ده من ما جه وقف هنا ده جسمه تكلم، يده كانت هنا بعدين يده كانت هنا بعدين حسه بدا شويه كده فيه زي رقرقه. الكلام ده ليه؟ لانه ما الزول ما مجهز. فجأة جبناه وقلنا له يا اخ تعال قيم فينا ده وقول للناس. يفترض انا ده لو طلبوا مني قال له يا انور تعال هسه طوال هنا ده وقول كلام للناس. يفترض انه في بعض المهارات بعض الحيل اعملها انا ده بحيث انه ما اجي اقيف قدام الناس وجسمي يتكلم. في الخطابة الجماهيرية حنعرف انه ما خشمك بس اللي بيتكلم بيطلع صوت، جسمك كله بيتكلم وكله إشارة من جسمك بتطلع عندها معنى. لذلك السياسيين ولعبة الكورة والفنانين والمشاهير بنقرأ اللغة بتاعت الجسد بتاعتهم، بنقدر نعرف إن الزول ده طلع من المفاوضات. يعني هسي دي لو في خبير بتاع لغة الجسد وقف لما هو الحرية والتغيير مشت لاقت المجلس العسكري وجات مارقة منه من لغة جسده فقط بيقدر يعرف النتيجة بتاعت المفاوضات. قبل ما كنا نسمعها في المسرح امبارح انه ما في مفاوضات لانه في التفاف على الثورة. حرية سلام وعدالة والثورة غيار الشعب. 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 الثورة مستمرة، اعتصامنا مستمر، ورمضان احلى الاعتصام الميدان. رمضان احلى، رمضان احلى ان شاء الله. سقطت ما سقطت يا اخواننا. ده اول محاضره افتتاحيه لسلسله محاضرات عن مهارات الخطابه الجماهيريه. اخوكم انور فتح الرحمن احمد ضبع الله من مجموعه الباحثين السودانيين موجوده على الفيسبوك. الناس انضموا لنا في الجروب وكل يوم ان شاء الله المساء هيكون في متحدث عشان يدي جزء من المهارات المطلوبة بحيث انه لما نجي في المسرح هنا نوصل الفكرة بتاعتنا من راسك او من راسي لراسك من غير عملية جراحية بكل ثقة وبكل هدوء. سقطت ما سقطت. حبكم. السلام عليكم.